هي وأطفالها. هيك هيك طبعا هيك المعرض اليوم هو ضمن فعاليات الحملة الدولية لإنقاذ المعتقلين، الحملة اللي أسسها مجموعة من الناجين والناجيات من الاعتقال. اليوم بقسمة الثاني بدأت من حوالي شهرين بعد ما أرسل النظام السوري سجلات بقوائم لأسماء أشخاص قضوا تحت التعذيب. الحملة كان بهي المرحلة ركزت على الشهداء تحت التعذيب في السجون بالإضافة إلى المفقودين قسراً. اللوحات مرسومة باليد هي من رسم صبية والدها معتقل حبت تفرغ لجواتها من حزن وألم على والدها من خلال اللوحات. أما باقي الرسومات أو اللوحات هي من تصميم معتقلين ناجين من الاعتقال حاولوا يفرغوا أفكارهم من خلال الكمبيوتر والتصميم ليطلع معنا اللوحات اللي موجودة اليوم. اللوحة الكبيرة بتضم صور لأكثر من 5000 شهيد تحت التعذيب ومعتقل مختفي قسرا. ركزنا بهي الصورة على كل المعتقلين اللي حاولنا نوصل لأهلهم يرسلوا لنا الصور، ما حاولنا نركز على معتقل بعينه أو بذاته مثل ما منشوف بكتير اعتصامات أو حملات مناصرة، دائما في صور لشخصيات معينة أو محددة، علما أنه في كتير معتقلين مجهولين الهوية أو أهلهم ما نشروا عنهم، ما حدا بيعرف عنهم، ما طالب فيهم لأنه هن مش معروفين بالوسط بين المعتقلين. هذا طلعت يا جماعة.